.me ويبسايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بيخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. أوتوفوكس ومازدا بهالأسبوع إلى جانب أوبل، عم نحكي عن بي وكلاء مازدا أكيد وأوبل بلبنان بالفترة الأخيرة. توني عبدو مدير مبيعات شركة أبو خاطر موجود إلى جربنا، مبروك أول شيء انضمام إلى العائلة الكبيرة المصنع الألماني العريق أوبل. أكيد جورج المسؤوليات عم بتزيد، نحن عم نلتزم بماركات كتير مهمة بالسوق عالمية عم تكون كان من مازدا ولا أوبل، واللي عم نشوفه هالجمعة مثل سي او أبو خاطر أنتوني أبو خاطر لحتى يكون عم بيأكد هالالتزام تبعنا إنه دائما نحن ورا البراندز القوية ورا الكواليتي اللي بالسوق اللي لازم دائما نحافظ عليها، واكيد مع اوبل رح تكون هي تكمله لغير براندز رح يكونوا موجودين معنا. وانا بقول يعطي يكون العافيه لكل الشباب اللي عم يشتغلوا اكيب الان بخاطر من اصغر من قاعده الهرم لراس الهرم، لانه كلهم عم يتعبوا معنا لحتى نضلنا على نفس الليفل بالسوق اللي هي خدمه زبون لفايف ستارز عم نحكي مثل ما دائما بنقعد. عم بيكون في انطلاقه كثير قويه لاوبل، وكمان عم تكون مشابهه حتى الأوفرز الكتار اللي عم بيكونوا موجودين على طرازات مازدا. يعني دائما بس عم تجي لعنا عم بيكون معك هالسلة الكبيرة المليانة مفاجآت وأوفرز بعدها مستمرة، يعني الفايدة الواطية بعدها، التريد إن بأسعار سوبر خيالية كمان بعدها. اكيد جورج هيدا كله بروسس عم يكون مش عم نشتغل عليه، ما في شيء عم يكون هيك فجاه، كله عم يكون مخططين له لحتى نكون هدف الوحيد هو دائما الزبون يكون مبسوط بس يفوت على الشوروم تبعنا. مش هيك نحن عم نشوف وين نقاط الضعف بكل الاوفرات بالسوق، عم نجرب نحسنها بنفس الوقت عم نشوف شو الهاجس تبع الزبون لحتى نقدر نعطيه حقه دغري ونخليه بيت بالبيعة بنفس بطريقه سريعه، ونخليه ونفرجيه نحن دائما موجودين حده لحتى نكون بخدمته مثل ما دائما نحن عم نقعد بالسوق. اليوم رح نضوي اكثر توني معك على الاس يو في الرائع السي اكس 9 من مازدا. السي اكس 9 هي السياره الاعلى سعرا والاكبر حجما اليوم بالشركه. طبيعي يعني اليوم عم نوفر كثير بالفايده الواطيه على السياره. اكيد جورج قدام نوفرها 5 سنين تقريبا. قبل ما احكي بالتوفير اليوم عم تقول نحن على سعرا بشركه مازدا، بس هي اوطى سعرا بالنسبه للسوق بهالكواليتي، عم نحكي 7 باسنجر فاميلي كار، عم نحكي اس يو في، هي الاعلى سعرا بمازدا بس اوطى بالرينج تبعها. مزبوط عم نحكي بكواليتي، عم نحكي بريميوم كار، عم تنافس البريميوم كارز اللي هن بالسوق بالسعر تبعها، بكفيها اوفر تبعنا اللي هو اوطى نسبه فايده بالسوق. كل السوق عم يحكي ب 4.5-5-6-7% عم يوصلوا، صرنا مش عارفين وين بدها توصل فوائد السوق. في ازمه نحن مش حاسين فيها، نحن دائما عم يكون عندنا امل. اليوم هالجمعه مرق سي او مستر انتوني ابو خاطر عم بيقول نحن عم نستثمر بالبلد، نحن عندنا امل بالبلد، هذا اللي عم نفرجيه من خلال اوبل ومازدا اللي عم يمرق معنا. اليوم عم نحكي بفايده 1.9 انترست، علما ان هي عم تكون 2.9 هي بالشوروم. 1.9 هي بس سبيشال لهالجمعه عم نقطع فيها اوتو فوكس لحتى نثبت للعالم انه نحن كمان عم نجرب نوفر عليكم. هلا حسابيا هي بالسي اكس 9 اذا بتيجي تقول 4-5% وما فوق، السياره بتكون عم بتكون في دفعه على 30% دفعه اولى 10000 دولار او 11000 دولار. 10000 دولار 5 اكيد، بينما على 1.9 عم يكون الفايده توفير من ال 5 لل 11000. في عندك توفير كثير مهم، انا بدها كل عم يحضرونا يستفيدوا من هيدي العروضات لانه مش دائما بتمرق والسوق عم يتغير كثير. نحن دائما عم نجرب نعمل الافورت لنضلنا نحن مثبتين هالفايده بس ما فينا نعرف لامتى. خلينا نشوف السياره اكثر احنا وياك والمشاهدين. السي اكس 9 من الداخل على داخل السي اكس 9 توني فخامه عنوان اساسي طبعا اكيد بهالاس يو في. ريحه الجلد طاغي اول شيء بس نفتح الباب ونطلع بالسياره. تابلو اكثر من رائع مع الكروم، والحلو انه الفيتاس وكل شيء له علاقه التحكم بسكرين كثير هين استعماله لانه دغري
الى جانب السيء. مزبوط. السريع كونسول هو ليفتد اب، هيدي مقصوده بالمازدا لحسوك انه انت سايق سياره اس يو في بس بنفس الوقت عم تسوق سياره سبور، لانه كل موديلات المازدا عم يكون فيها الطابع الرياضي. نحن عم نحكي ببريميوم كار هاي اند فينيشينج، عم نشوف مثل ما عم نشوف الليذر سيتس، ليذر ستيرنج، ليذر شيفت نوب، التابلو عم بيكون جلد فينيش، عم بيكون كل هالطابع الفخامه موجود بالسياره، والطابع الرياضي طاغي كمان. 3 سبوك ستيرنج عم نحكي مثل ما حكينا، سنتر كونسول اللي هو ليفتد اب، كل شيء بندك الكوماندر، فيك تتحكم بالشاشه انت وقاعد بمطرحك بلا ما تحس حالك انه عم تعمل افورت لحتى تقدر تاخذ الباتن. اكيد ريفيو كاميرا بكواليتي، ريفيو كاميرا اكيد وايد انجل ونافيجيشن، وكل الاوبشنز موجودين، الكترونيك باركينج بريك، سبورتس مود كمان لقيادة اكثر رياضيه، ستارت ستوب انجن، يعني سياره فولي رود، كل شيء موجود بتفضل بالسياره اللي انت بتخيله فيها موجود بهالسياره. اكيد 7 سيتر كمان، 7 سيترز عم نحكي كمان بالسكند رو، الفولدبل سيت وسلايدنج سيت عم نحكي كمان، في عندنا سبيس لاجج روم لحتى يكون كل العائله مرتاحه جوا وحتى بغراضها هي عم تتنقل. انتبه حديثه معك، هلا بدنا ننتقل نحكي اكثر عن محرك المازدا سي اكس 9. صاروا تحكي بيرفورمانس سي اكس 9، شغله ملفته جدا بهالاس يو في، بتشوفوا حجم السياره باربع سلندر من استوني. اكيد اربع سلندر بتنقص، بس لما نقول 2.5 لتر تيربو 250 هورس باور، اهم شيء عم نحكي ب 420 نيوتن متر كتور، عندنا تورك ممتاز ممتاز. اكيد هيدي الشغله بتطمن، خاصه لعائله سبع ركاب طالعين، نحن عندنا جبال بلبنان بده يقطع عن سياره بده يقطع عن كاميون، الشخص اللي سايق السياره بيامن انه السياره فيها البرفورمانس المطلوب لحتى يقدر يخلص بطريقه كثير موز. كيك داون ممتاز، كيك داون اكيد مهم. لكن من ناحيه البرفورمانس، ناحيه السيفتي، عندنا اكيد ايرباكس اول اوفر ذا باسنجرز، عم نحكي بنفس الوقت دي اس سي داينام ستابيليتي كنترول، عم نحكي تراكشن كنترول سيستم، رول ستابيليتي كنترول، بنفس الوقت كمان بدي احط ضوء على الجي فيكتور سيستم اللي هو موجود بكل طرازات المازدا، اللي هو شغلته يعمل بالانس للويت تبع الباسنجر بالسياره، خاصه على المنعطفات لحتى يقدر يخلي الشخص بمطرحه والسيبتين ما يحس حاله عم يتميل على المنعطفات، وهيدي بتخفف كثير ستريس للباسنجر بالسياره وبتخلي البطعه بالقياده تزيد اكثر واكثر. والمتعه عم تكون مش بس بالايده، بالاوفرز طبيعي تكون موجوده بمازدا. الديل دائما بارت اساسي مع اي ام بي، متعرف على اخر الاخبار الاوفرز موجوده اليوم بالشركه. دائما سلة الاوفرز مع توني بيجيبها معه استوديو طبيعي وبيبلش يوزعها شمال يمين. مزبوط، من اول حلقه للاخر. طبيعي جورج، هيدا الوقت خاصه بالسوق هلا بالايام في شيء مطلوب هو يكون الشخص دائما موجود حد زبون، منشان هيك القرار بالشركه مثل ما كان عم بيقول مستر انتوني بخاطر سي او الشركه بالحلقات الاوبل عم تقطع، انه نحن عاطين تعليمات لكل الشباب لكل الصالات، الشخص اللي بفوت على المازدا او بفوت على الاوبل ما بيطلع زلام من عندنا، وهيدا البروسس انعمل بطريقه كثير مدروسه وخاصه بتريدين استيميشن، يعني بحط سيارته القديمه، بحط سيارته القديمه منيح. اكيد بتسعر باحلى سعر، بسعر ما بيتوقعوا. عندنا بروسس نحن مع سيل مع ديلرز لليوزد كارز عم نحكي كثير مهمين، عم يقدروا يسعروا مزبوط، هيك عم بيحط السياره كداون بايمنت وعم يطلع بالسياره جديده دغري عم يتركها وبياخذ اوفر. اهم شيء عم نحكي 1.9 انترست جورج، يعني مش عم نقول 2.9، نحن الشوروم عندنا 2.9، انا عم اقول على عبر اوتو فوكس وام تي في مروا على صاله العرض هلا خذوا 1.9 انترست. عم نحكي باسيورانس بريميوم زيرو ديدكتبل زيرو ديبريشن، عم نحكي برود اسيست 24/7، نحن موجودين حد زبون لنقول له انه نحن دائما مصلحتك بتهمنا، ونحن السلوغان تبعنا هو انجوي موفينج فورورد، هيدي المتعه بالقياده والمتعه بالتعامل مع ان بخاطر نحن مصرين عليها. شكرا توني ياك للمعلومات، بكره بنشوفك بحلقه جديده اذا الارد. بنلاقيكم دائما على الام تي في مع سياره جديده يوميا باوتو فوكس. ترى لكم مشاهدينا ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده، وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.